لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حقيقة وفاة الداعية الإسلامي عمر عبد الكافي. انتشر تدوين لإحدى الدعاة السعوديون حول وفاة الدكتور عمر عبد الكافي حينها بدأ النشطاء بالبحث حول من هو الشيخ عمر عبد الكافي وما هي حقيقة وفاته لمعرفة مدى صحة الخبر، في حين أن عدد كبير من المتابعين قد بدأوا في تبادل التعازي، ولكن بعد ساعات معدودة تم نفي الخبر من قبل الدوسري، وذلك عبر تدوينه وضح بأنها أن الشيخ بصحة جيدة مطالبا من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي في الميديا بمشاركة الخبر تجنبا لنشر الشائعة على نطاق واسع. وبعد انتشار وذاع وفاة أحد أشهر الدعاء المسلمين بدأ الجميع البحث حول من هو الشيخ عمر عبد الكافي هذه الداعية الشهير، وبالإجابة عن السؤال نوضح أن الشيخ من أصل مصري اشتهر بفضل أسلوبه اللبق في تقديم المحاضرات والدروس الدينية، قد تمكنت من الجمع بين العمق والبساطة في الوقت ذاته، وقد ساعده على ذلك تلقي تعليمه على يد أكبر العلماء في العالم العربي، الأمر الذي جعل أحد أهم وأبرز الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي والعالم الإسلامي. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتم فيها نشر خبر إشاعات وفاة حول وفاة الداعية عمر عبد الكافي. ففي نوفمبر 2017 تم نشر إشاعة الوفاة، وجاء الرد من الحساب الرسمي للداعية بأن تلك الأخبار ليست صحيحة في محاولة لطمأنينة أحبابه ومتابعيه أنه بصحة جيدة. مؤلفات الدكتور عمر عبد الكافي الإعجاز العالمي في القرآن والسنة، ثقة الغربة وموسوعة أنبياء الله، كتاب المسلمين المغتربين خارج بلاد الإسلام، كتاب عن العباد والصلاة، امسك لسانك الوعد والحق، صفة الصلاة، مناصب الشيخ عمر عبد الكافي، عضوا في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، هيئة الحكماء في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، المجتمع الفقهي للعلماء الهنود، تولى منصب مستشار ثقافي في جامعة المجد.